لما نرى صدر هذه الآية وقضية شفقة الأم بولدها، وانظروا للرحمة يا أخوان، يطمع المؤمن بإذن الله أن يوم القيامة هناك 99 رحمة. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالديكم ووالدينا وكل من يسمعنا الآن ممن اختصهم الله بهذه الرحمات يا أخوان. وانظروا لشفقة الأم على طفلها، ولذلك كان من أسباب لين القلب يا أخوان، وهذا مدعاة لوقف الأمس الذي أطلق أخواننا في جمعية حائل، أن الإنسان يتلمس في الدنيا الرحمة، فإن الجزاء من جنس العمل. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا اطلع الله على الإنسان وعلى الناس أنهم يد واحدة متراحمة، الصغير يرحم الكبير، والغني يرحم الفقير، والمتعافي يرحم المريض، والمقيم صاحب البلد يرحم أخوانه الوافدين من أي بلد يعني كانوا بين أيدينا في عمل أو في غير ذلك. ولذلك أيها الأحبة، لما أتى ذاك الصحابي، وكلنا أتوقع أن نعاني من هذا المرض، لكنه ليس مرض يعني حسي ممكن نجد عند أطباء القلب أو مراكز القلب علاج له، هذا مرض خفي وهي قسوة القلب. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذه الآفة. فيشتكي يا رسول الله، أشتكي من قسوة في قلبي. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني إلى هذا عملين يسيرين لمن وفقهم الله. وذاك أحد الفضلاء يقول: إذا دخلت جمعية الأيتام أول ما أدخل عند المدير أقول بس ورني فين صالة الأيتام، ثم أمر عليهم يتيما يتيم وأضع يدي على كل يتيم، يقول والله إني أخرج بلذة إيمان ولين قلب ما تخطر على بالي، وخير لي مما يمكن بعض ما جمعته من أمور الدنيا. فيأتي هذا الصحابي قال: يا رسول الله إني أشكو قسوة قلبي. فقال: إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم الطعام وامسى على رأس اليتيم. صلى الله عليكم فضله. وأنا أقول يا أخواني، بذلكم بإذن الله وعطاؤكم لهذا الوقت ولهؤلاء الأيتام لعلها رحمة ساقها الله على أيديكم، ثم كانت هذه القناة المباركة سببا أنكم جميعا تتعاونون في إدخال السرور على هذا الوقف وعلى الأيتام. أسأل الله يجعلنا وإياكم متواصلين على البر والتقوى، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح.